بس صدق انه من يومين خربت البلاي ستيشن تبعيتي. صح عندي اكس بوكس وعندي بلاي ستيشن. هاي البلاي ستيشن ان شاء الله تقريبا عندي شهرين، جبتها على اساس بدي بيعها، بس اشتريتها خربانه وصلحتها بس ما بعتها دغري لانه كنت خايف انه المطرح ما صلحت فيها ترجع تخرب وتخرب عند يعني للشخص اللي بدي يبيعه اياها، فخليتها الي. صار لها تقريبا شهرين ومن يومين خربت. الاكس بوكس هاي اشتريتها من شي شهر، من تقريبا شي 3 جميع او شهر، وما بعتها لحدا، قلت خليني اجيبها على البيت. جيت عم دورها بطلع الصوره على الاتش دي تقريبا، بس نحط على 720 او 1080 او 4K بتروح الصوره، اذا حطيناها على 640 بتضلها طبيعيه، ففيها مشكله بالصوره، بس ما حنصلحها بهذا الفيديو، حصلحها بالفيديو الجاي. هلا نشوف هاي البلاي ستيشن شو بها. قبل ما نبلش اي شيء بالفيديو بدي اخبركم عن cdkdeals.com. هذا الفيديو برعايه cdkdeals.com. cdkdeals هي الصفحه بتعطيك افضل الاسعار على العاب البي سي، فيك تشتري ويندوز 10 كي بارخص سعر ممكن تشوفه، واذا كمان اشتريت ويندوز 10 كي وحبيت تعمل ابجريد للويندوز 11 فيك تعمله مجانا. كل اللي تعمله تكتب بالبحث ويندوز 10 كي وبيطلع لك كذا خيار، نقي السعر اللي بيناسبك وحط باي ناو، واذا استعملت بروموشن كود MX30 رح يطلع لك خصم 30% على السعر. بعدين بيطلع لك كذا خيار عن طريقة الدفع، بكل بساطة نقي طريقة الدفع اللي بتناسبك وعبي المعلومات اللي بتطلب منك، وبس خلص حيوصلك الاكتيفيشن كي بحسابك او عن طريق الايميل. لحتى تعمل اكتيفيت كل اللي تعمله بتفوت على السيرش بالبي سي عندك وبتحط اكتيفيشن، من بعد ما تحط على اكتيفيشن بتفوت على تشينج برودكت كي وبتكتب الكود يلي وصلك. اذا حابين تعرفوا اكتر عن صفحة cdkdeals فوتوا على الرابط تحت عندي بالوصف. هي مثل ما شايفين انا ماني بالمحل، انا حاليا بالبيت وحاليا البلاي ستيشن معي، بس هلا البلاي ستيشن خلص. التصليحه اللي حتشوفوها هيدي صورتها انا اليوم الصبح قبل ما اصور هلا المقدمه، وبعد بدي اصور الخاتمه. البلاي ستيشن هيدي اشتريتها انا برجع بقول من شي فتره شهرين، كانت مشكلتها انه بتدور 3 ثواني او سنتين وبتطفي، يعني شي بيقولوا له مشكله الضوء الازرق او البلو لايت اوف ديث. هذا الشيء عادة بينتج من الباور سبلاي او مشكله من البورد. انا اول ما فكيت هيدي كانت لحدا مش لإلي، انا ما اشتريتها هو جابها لحتى يصلحها عندي، فكيتها لقيت مكتوب على الباور سبلاي مكتوب بورد، يعني هو اخذها عند حدا ودقيت له قال لي انا اخذتها عند حدا قال لي بورد، قالوا له ما بتتصلح، فبيعني اياها. لما فكيتها انا طلعتها بتتصلح، صلحتها وما بعتها دغري، خليتها عندي وقليل كنا نلعب عليها، يعني كنت اكثر شيء بس نحضر عليها نتفليكس، وخليتها عند حدا قرابتي. اجوا هن دوروها لحتى لي يحضروا عليها، دوروا على شيء 5 دقائق 10 دقائق فجأة طفيت، رجعت عملت نفس الشيء. انا حاليا بعرف وين العطل، ومن يعني اول ما خربت عرفت وين العطل، لانه قبل مره مساويه ورجع عمل نفس الشيء. خلينا هلا بكفي هلا الحكي، ننتقل هلا على طاوله الشغل لنفك هاي البلاي ستيشن. اول شيء بدنا نعمله بدنا نفك البلاي ستيشن كله حتى نوصل للبورد لنشوف شو العطل لحتى بطل تشتغل فجاه، وصرت مدورها كذا مره ونفس الشيء ما عم بتدور. اول شيء راح اعمله كمان قبل ما افك خليني اشيك الباور سبلاي، لانه يمكن يكون الباور سبلاي هو اللي انتزع. هلا بنشوف. هلا كل اللي علي عنه انه دور البلاي ستيشن بتطلع على الساعه، اذا بحال طلع رقم 12 هون معناتها الباور شغال، المشكله بالبورد. 11.59 انفصل معناتها في 12 فولت، مش ضروري يطلعوا 12 هلا، 11.59 في 12 فولت طالع من الباور سبلاي، بلاي ستيشن ما داريت ما عم بتدور بالاحلى، فيعني المشكله بالبورد. خليني افرجيكم بالاحلى شو عم بيصير اذا جينا ندورها. وهلا هيك اذا جيت لدورها شفتوا طلع الضوء وطفى، شو ادورها مره تانية ما عم بتدور. وهي انا قربت هلا هون على البورد، اذا عم نطلع هون في شيء اسمه F5103، يعني 5103 او F103 واللي هو فيوز، وهي مطرح ما كان قبل، يعني قبل ما صلحها قبل مره كان في واحد من المكثفات عامل شورت وهذا الفيوز كان فاقع. بدنا نفحص هلا وفاقع مره تانية الفيوز. المكثف اللي غيرته انا بوقتها واحد منهم بس ما عارف بالضبط ايه. كمان في عنا شورت بين هالمكثفات، واحد منهم رجع خرب او اثنين الله اعلم. اذا بنطلع هون هون مثل بوزيتيف وهون نيجاتيف دقين ببعض، هاي مشكله. الكويل شغال طبيعي، ف يمكن تكون المشكله جاي من هالميله، وهالميله مش معروفه وين موصوله بالبورد لانه ما واضحه، ما حاطين ابدا وكيف موصوله،
بس المشكلة عنا هون هلا في شورت هون، فاللي حعمله انه حفك هيدا الكويل، نشيل نحطه على جنب، نفك المكسر فيها اللي خربان واحد منهم، وحفك هيدا اللي بيقولوله مصفت لانه يمكن يكون هو الخربان، والله اعلم اذا بحال مش هو، ما انه ما فينا نعرف بالضبط وين عم تجي هاي الفولتاجات. وهلا حشيل الفيوز، وانا جبت هون بورد تاني بقلب الاغراض اللي بدي استعملهم حتى نرجع نحط محلهم. وهلا بعد ما فكيت المصفت والكاباسيتر والفيوز وهيدا الكويل، نفحص. اذا فحصنا من هالميلة، هالميلة ارضي فراح تزمر الساعة، فحص من هالميلة ما في شيء، معناتها راحت الشورت عنا. هلا اذا عم بفحص المكثف هيدا وما عم يعطي قياس عندي، بجيب المكثف الثاني، ومن شكله اذا بتطلع على هيدا المكثف تعبان، هيدا زمر، معناتها هيدا كان مخلي المشكله من الخط الارضي اللي هو هيدا والخط هون البوزيتيف تبع البورد ده واصل بعض، دقين ببعض صاروا من ورا هيدا المكثف لانه صاير موصول ببعضه، فخلى الفيوز يفقع والبلاي ستيشن بطلت تدور. هلا يمكن تكون المشكله من هون لانه صارت قبل مره، انه انا قبل مره صلحتها وكمان كانت مشكله انه فكيت مكثف منه لهول وانتزع، يمكن يكون هيدا المكثف الثاني اللي كان راكب على البورد، يعني اللي غيرته قبل مرة أنا غيرت واحد منهم، يمكن يكون هيدا اللي غيرته أنا وهيدا اللي كان ركب الأساس التاني، وهيدا كمان كان تعبان وهلأ يعني إجا وقته وخرب، يمكن تكون المشكلة إجت من هون لحتى اللي انتزع هيدا، ما فينا نعرف بالضبط. بس إذا منطلع على الشكل تبعه للمكثف كيف صاير بين تعبان. هلأ كل اللي علينا نعمله إنه بدنا نغير كل القطع اللي شلتهم لحتى اللي أضمن إن القطع اللي هتركب محلهم شغالين، وما يعني وإذا بحال المشكلة جاي من هون كمان أضمن إنه هالمشكلة ما بقى ترجع يعني تروح من مرة. هلا كل اللي حعمله إنه أنا حجيب البورد التاني اللي حستعمل منه الأغراض اللي هني هون وركبهم دغري هون. هلا بعد ما غيرنا كل هول القطع اللي بالمنطقة هيدي مطرح بالبورد، نفحص بطل في عنا شورت، نفحص من هالميلة، هتزمر الساعة طبيعي من هالميلة، لا الفيوز شغال، زمرت الساعة، الكويل شغال، المصفت شغال شلته عن بورد. هلا كل علينا نعمله انه بدنا نغير الثيرمال بيس عن هيدا البورد ومندور البلاي ستيشن ونشوف اذا حتشتغل 100%. هيك هلا ركبنا البلاي ستيشن لحتى نجربها، نحطها على التلفزيون وندورها. هلا ركبنا البلاي ستيشن ضيقنا بس لحتى نجربها ندورها ونشوف رح تطلع الصورة. هاي دار التمام، نطلع الدور على الاخر، هذا الضوء الابيض، checking system storage، هاي البلاي ستيشن مشي حاله. وهيك بنكون صلحنا على البلاي ستيشن، الحمد لله انه يعني طلعت بشغله بسيطه مطرح ما انا كنت متوقع او مطرح ما اشتغلت قبل لما اول ما مره خربت، ما يعني هالمره انه خربت لدرجه انه ما عاد تتصلح، ولكن هي شغاله، حروح دورها هلا العب شوية اساسن كريد. كان معكم ماهر من قناه ماهر فيكس، ما تنسونا تعطونا لايك واشتراك وتكتبوا لنا تحت بالتعليق شو حابين تشوفوا في فيديوهات جديده. نشوفكم بفيديو جديد،